أهلا بكم مشاهدي الجزائر الدولية إلى عدد جديد من حديث الجزائر. تتواصل جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وتتضاعف المخاوف بشأن مستقبل الحرب على القطاع. يزداد الغموض بشأن ملف المفاوضات وتتسارع دعوات الوسطاء إلى استئنافها بحلول 15 من الشهر الجاري. وفي حين تتمسك حركة حماس بمطلب تقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة ووافقت عليه استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن مع إلزام الاحتلال بذلك. تفضح اعترافات من يعرف بوزير الحرب لدى الاحتلال مآرب نتنياهو ومساعيه يجمع مراقبون. وهذا ويعقد في هذه الأثناء مجلس أو يعقد مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء جلسة جديدة بشأن الوضع في قطاع غزة ضمن تحرك آخر لوضع المجموعة الدولية أمام مسؤولياتها تجاه ما يحدث. وكانت الجزائر قد دعت في وقت سابق إلى جلسة طارئة ومفتوحة للمجلس على خلفية المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال بمدرسة التابعين. وللحديث حول الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ مبكر عبد القادر أستاذ القانون الدولي. مرحبا بك أستاذ مبكر. مرحبا بك وضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ محمد الشريف ضروي الخبير في التخطيط الاستراتيجي. مرحبا بك. أهلا أستاذ الكريم وأستاذنا الفاضل وأستاذ المشاهدين. وسيلتحق بنا بعد قليل الأستاذ أحمد شديد محلل سياسي متخصص في الشأن الصهيوني من الخليل. إذا أبدأ مباشرة معك أستاذ مبكر في خضم كل ما يحدث ميدانيا في قطاع غزة والسعي إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في القطاع والذهاب نحو تبادل الأسرى. مجلس الأمن يعقد في هذه الأثناء جلسة طارئة ومفتوحة حول الوضع في قطاع غزة. بنظركم أستاذ مبكر أي أفاق لجلسات مجلس الأمن على ضوء واقع الميدان؟ جلسات مجلس الأمن لا يمكن الرهان عليها على أساس أنها ستوقف الحرب. لماذا؟ لأن هناك سوابق أنه أصدر مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار بناء على المساعي الجزائرية التي لم تتوقف في هذا السياق، ولكن من حيث التنفيذ والالتزام بقرارات مجلس الأمن تحظى بحماية أمريكية غربية وخاصة أمريكية، فهي الهدف منها فقط هو فضح التناقض والمجازر اليومية وتعميمها على الرأي العام الدولي وتبيان مظلومية الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي من خلال المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال، والدعوة إلى مفاوضات. فجأة جاءت هكذا الدعوة إلى المفاوضات أثارت تساؤلات كثيرة، ولكن هيئة البث الإسرائيلية علقت على تاريخ 15 لأنه يوم 8 صدرت المسودة، وعلى أساس يوم 15 يعني ستبدأ المفاوضات لاستئناف المفاوضات لحل لوقف إطلاق النار ولإنهاء الحرب. فقالت أن هذا التاريخ يوم 15 هو اليوم المتوقع للرد، عملية الرد التي تتم من إيران وحزب الله وتقريبا جبهات الإسناد. طبعا هذه يعني ما يكشف أنها محاولة واضحة لعرقلة عملية الرد حتى يقال أنه يتم تشويه محور إيران ومشروع المقاومة على أساس أنها تعرقل هذا، ولهذا نجد أن عملية الرد. طيب سنتحدث عن هذه الجزئية نعم. مبكر عبد القادر بعد قليل يعني في خضم الحديث عن الموضوع في البرنامج. أمر إليك أستاذ شريف، بغض النظر عن الفيتو الأمريكي وكما تفضل أستاذ بكر قبل قليل الذي يسقط جل مساعي وقف إطلاق النار، هل تعتقدون بإمكانية حدوث اختراق أو تغيير في الموقف الأمريكي في سياق الضغوطات المتزايدة على نتنياهو وبايدن أيضا؟ أستاذ الكريم يعني سؤالك كان دقيق وموجه بشكل رئيسي نحو ما تقوم به أو ما تدركه الدبلوماسية الجزائرية أو مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، لأنه كما قال لك الأستاذ لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يوقف هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، هذا العدوان بالأصح وبالأدق. ولكن الجزائر من إدراكها لهذا الأمر هي تحاول أو تعمل وفق استراتيجية منظمة على أولا كمرحلة أولى، وهذا
ما نجحت فيه الجزائر في عزل الموقف الأمريكي عن باقي مواقف الدول التي تجلس على يعني طاولة مجلس الأمن الدولي كمرحلة أولى. ولاحظنا ذلك كمثال عندما صوتت بريطانيا يعني لم تصوت على أحد المشاريع الأمريكية وامتنعت يعني بطبيعة الحال، وكان حتى مندوب الجزائر قد في الجلسة التي بعدها مباشرة قام بامتداح الدبلوماسية ورزانة وحكمة الدبلوماسية البريطانية التي عادت إلى جادة الصواب. فقلت لك نجحت الجزائر في هذه المرحلة الآن، وتنجح الجزائر تدريجيا في مرحلة تعرية الموقف الأمريكي الداعم وفق مبدأ القانون لا مبدأ العسكري والأمني والتعاون الدولي الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني الذي يعتبر شريك استراتيجي لأمريكا. فالجزائر تحاول من هذه الزاوية، والأستاذ يفصل أحسن، من زاوية القانون الدولي تعلية أمريكا على أنها تعارض القانون قبل أن تعارض ذلك العدوان. هي تجابه العدالة الدولية والسلم والأمن العالميين قبل أن تتحدث عن مجابهتها لفلسطين وسكان غزة. الجزائر تعمل وفق هذا المنظور، فنجحت في المرحلة الأولى بشكل كامل، تنجح الآن تدريجيا في تبيان ذلك حتى ترغم في الأخير أمريكا على أن لا تستعمل فقط الامتناع عن استعمال الفيتو ضد أي مشروع تقدمه سواء الجزائر أو أي دولة أخرى بطبيعة الحال تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بل تسعى الجزائر إلى جعل أمريكا، وهذا هو الهدف الجزائر، إلى جعل أمريكا هي التي تشرف مع كل دول العالم مع الأمم المتحدة على عملية السلام في الدولة حتى نعود إلى اتفاقيات 67. نعم أستاذ أشرف، إذن أعود إليك أستاذ أبو بكر، وفي نفس السياق الذي تحدث به الأستاذ شريف، إذن ما أهمية الدعوات المتصاعدة من داخل مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة بغض النظر عن مآلات الاستجابة لها؟ دعوات حتى تثبت أن المجتمع الدولي هو الآن يكشف الأكاذيب والدعاية الصهيونية أنهم يتعرضون لعدوان وأنهم في حالة دفاع شرعي كما تروج ودفاع النفس كما تروج الولايات المتحدة من خلال الأعمال الأخيرة المجازر والاختيارات يعني التي تقوم بها، هي تقوم بعملية دفاع شرعي عن النفس يتطابق مع القانون الدولي، وهذا مخالف للقانون الدولي لأن المجازر التي تقوم بها أصبح العالم كله على علم بها. وهذا هو الشيء الجديد، أنه تجعل المجتمع الدولي والعالم كله على تواصل بما يقوم به الاحتلال ويفند الأطروحات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنت دون تحقيق مباشرة الرواية الصهيونية فيما يخص مجد الشمس وفيما يخص الضاحية الجنوبية وفيما يخص إيران. يعني كل هذه الأطروحات الجزائر بطريقة غير مباشرة تقوم بتفنيدها من خلال طرح مشروع مجرد المناقشة يعتبر عمل قانوني وعمل سياسي يهدف إلى كشف أكاذيب الاحتلال الصهيوني وفي نفس الوقت يبين مدى مظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وحقه في إقامة الدولة، وهذا ما تعارضه الولايات المتحدة من خلال الحلول التي تقدمها وهي تتناقض مع القانون الدولي. هي تقول كما قال الزميل، تقول أنها تهدف إلى تطبيق قانون دولي وحماية حقوق الإنسان، ولكن من حيث الممارسة نجد أنها تتعارض بذلك. ولهذا نجد أن الحشود الغربية التي تقوم بها وكل الدعم يناقض أنه قضية نتنياهو هو مجنون وأنه يريد أن يورط الولايات المتحدة بعد 10 أشهر. الآن عملية تصعيد غير محودة وغير يعني موجودة، كانت يعني تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية المراسلين العسكريين الأمريكيين يقولون أن الحشود العسكرية التي جاءت ثلاث مرات ما كان سابقا ولم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. والدعم العسكري المالي أيضا المتواصل. لا ولكن الآن زادت أكثر، حتى الأسلحة قد طائرة F-22 والمدمرات وحاملة الطائرات كل هذا، فنتنياهو والحكومة تحس الآن أنها في مركز قوة في المرحلة. فمستقبل المفاوضات مرتبط بالميدان، فلا يمكن التعويل على المفاوضات بالنسبة لي. طيب أستاذ أبو بكر، إذا أعود إليك أستاذ شريف، إلى أي مدى يمكن أن يتعزز موقف الجزائر باعتبارها عضوا مؤثرا بالنسبة للملف الفلسطيني داخل مجلس الأمن وبمواقف أخرى ضاغطة داخل الهيئة، هيئة مجلس الأمن الدولي؟
خلي الأستاذ رمزي هنا نقول لك أنه كيف تعمل الجزائر داخل مجلس الأمن في حد ذاته بعيدا عن كل الكواليس للأمم المتحدة. الجزائر تنتهز سياسة الصوت الواحد كخطوة أولى في أي برنامج أو مشروع يتم طرحه لفائدة القضية الفلسطينية. كيف نفسر الصوت الواحد؟ لأنه الدول العشر التي لديها عضوية غير دائمة تعتبر دائما صوت واحد داخل مجلس الأمن الدولي. لذلك الجزائر تسعى إلى إقناع هذه الكتلة باعتبارها دول غير كما أقول غير صاحبة يعني نفوذ كبير داخل مجلس الأمن الدولي. لذلك الجزائر يعني تستقطب الواحد تلو الآخر، خاصة ونحن مثلا لدينا الموزمبيق أو السيراليون كأعضاء من قارة إفريقيا، لدينا دول أخرى من قارة آسيا، فيكون المنهج جد اعتباري كمتتالية رياضية. فهذا الصوت من 10 أصوات هو الذي تبدأ به الجزائر الخطوة الأولى، ثم الخطوة الثانية أين؟ هي الدول الداعمة تاريخيا للقضايا العربية بشكل عام، وهنا سوف نتحدث عن روسيا والصين كمرحلة ثانية. هؤلاء يعتبرون شركاء بطريقة أو بأخرى لأي مشروع تقدمه الجزائر على اعتبار المبدأ. قبل أن نناقش المواد أو البنود وغير ذلك يمكن أن تكون في اعتراضات وغير ذلك، هذه دول لديها مصالح وغير ذلك. فتكون بعدها بريطانيا وفرنسا. أقول لك أنه أنا بدون معلومة ولكن كتحليل أنه الجزائر تسعى نحو بريطانيا أكثر من فرنسا، لأنه فرنسا لدينا عداء تاريخي، فبطبيعة الحال وقربها من أمريكا والكيان الإسرائيلي يشدد أكثر، رغم أنه بريطانيا هي التي تسمى الأب الشرعي للكيان الصهيوني وجوده على الأرض الفلسطينية. ثم يكون المجابهة فقط مع فرنسا وأمريكا. فرنسا لديها الحديد من وسائل الضغط التي تمتلكها الجزائر، منها الاتحاد الأوروبي كمنظمة إقليمية إلى حد ما تنتهج القوانين الدولية بشكل كبير جدا، فتكون لديها قوة إضافية في الضغط على فرنسا وتحييدها وليس منعها وغير تحييد. ثم تبقى كما قلنا في البداية أمريكا هي في مرمى سهام المشاريع الدولة الجزائرية. أيضا عذرا فقط، الجزائر الآن أصبحت تمارس، حتى أكمل لك ما طرحه الأستاذ، الجزائر أصبحت تمارس توسيع مسار الضغط على الدول الفاعلة من خلال الحديث أو البيانات الذي يقدمها البرلمان ومجلس الأمة كدبلوماسية برلمانية للدولة الجزائرية في كل المنابر التي تكون فيها، سواء كان موضوع القضية الفلسطينية مبرمج في جدول الأعمال أم لا، يتم طرح القضية بطريقة آلية. أيضا ما تقوم به السفارات الجزائرية والممثليات القنصلية وغيرها في العمل لفائدة القضية الفلسطينية، أيضا وسائل الإعلام بما فيها سيادتكم هو نهج ومسار أيضا يكمل العمل الدبلوماسي والسياسي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال التكامل مع السياسة العليا الهادفة للعمل على مجلس على طاولة مجلس الأمن الدولي لفائدة القضية الفلسطينية. ثم نجد أيضا أنه باقي مؤسسات الدولة كل ما أتيحت الفرصة أو كان فيه مجال تنتهج نفس الصوت الذي تتحدث به الدولة الجزائرية حتى تعرف أكثر بما يحدث على الأرض وتحاول أو تعمل على الوصول إلى إسناد إضافي للقضية الفلسطينية خلف الجزائر. وهذا هنا سؤالي الذي طرحته أستاذ ذروي، كيف يتعزز موقف الجزائر من كل هذا؟ موقف الجزائر تعزز ولا يزال في هذه الاستمرارية. عندما تكلم رئيس الجمهورية قال يجب أن نتحرك نحو الجنائية الدولية، الجزائر لا تستطيع من الناحية القانونية لأنها لا تعترف بوجود الكيان الصهيوني، لذلك لا تعترف به كدولة، فلا يستطيع لا يحق لها قانونا أن ترفع به دعوة. لذلك جنوب أفريقيا المعروفة كدولة ذات علاقة استراتيجية مع الجزائر خاصة في السنوات الأخيرة توجهت مباشرة بعد عقد اللقاء الدولي للمحامين والقضاة وكل رجال القانون الداعمين للقضية الفلسطينية الذي عقد في الجزائر تحت رعاية سياسية وغير ذلك، مما فتح المجال أكثر للتنديد القانوني المضبوط لفائدة القضية الفلسطينية. ثم أيضا لا تنسى على أنه فيه العديد من المنظمات التي تحركت كمراقبين وملاحظين للأمم المتحدة في التوجه للدولة الجزائرية. طيب أستاذ شريف، إذن يلتحق بنا الآن الأستاذ أحمد شديد، محلل سياسي متخصص في الشأن الصهيوني من الخليل. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، مرحبا.
اهلا بك وضيفك الكريم وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اذا استاذ احمد، في خضم كل ما يحدث ميدانيا في قطاع غزه والسعي الى اتفاق نهائي لوقف اطلاق النار في القطاع والذهاب نحو تبادل الاسرى، مجلس الامن يعقد جلسه طارئه ومفتوحه حول الوضع في قطاع غزه. استاذ احمد، بنظركم اي افاق لجلسات مجلس الامن على هذا الواقع، واقع الميدان في القطاع؟ يعني واقع القطاع يحكمه عقلية بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة التي ترى في نفسها صانعة للقانون وليست فقط فوق القانون، وبالتالي كل ما يصدر عن الهيئات والمؤسسات الدولية هو يوضع على الرف من قبل بنيامين نتنياهو وحكومته. لذلك من غير المتوقع حقيقة أن حجم أو سقف التوقعات من مجلس الأمن هو متدني، رغم أهمية هذا الفعل التراكمي الدبلوماسي الذي يضع إسرائيل في الزاوية، ولكن ما زالت إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية تتعامل مع نفسها على أنها هي المشرع وهي القانون، بل هي فوق القانون، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تستمر المجازر، بل أيضا أن يذهب بنيامين نتنياهو إلى محاولات التملص من استحقاقات المفاوضات وشبح المفاوضات من خلال ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم، أو فتح جبهات أخرى من خلال عدوان هنا أو هناك. لذلك الفعل التراكمي لمجلس الأمن والسلوك العربي في مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص ولست مجاملا الفعل الجزائري، هو مما نشك فيه أنه يحاصر إسرائيل في زاوية وفي بعض المفاصل، هناك حالة ركود، هناك حالة استجابة، حالة استجابة دولية، استجابة دولية. نعم أستاذ أحمد، نلمسها بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن في الميدان ما زالت اسرائيل متسلحه بالدعم الامريكي. نعم استاذ احمد، اذا ساعود اليك استاذ احمد واعود نعم ساعود اليك استاذ احمد لنفصل اكثر في ملف، ايضا ملف المفاوضات، واطرح سؤال على الاستاذ ابو بكر عبد القادر. لا تزال الضبابيه تخيم على مصير المفاوضات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وسط حالة عدم يقين بشأن مشاركة حماس، ولعب نتنياهو هنا مجددا على ورقة المماطلة. برأيكم أستاذ أبو بكر، إلى أين يتجه هذا الملف على ضوء كل هذه المعطيات؟ في الحق الأمور كلها مرشحة إلى المجهول. لماذا؟ لأنه نتنياهو عندما منذ 10 شهور والمفاوضات تجري وهو دائما يرفض، يتم حتى اقتراح المشروع وبعد ذلك يتم يعني إسقاط ذلك تلك المشاريع. هذه المرة الآن هو يشعر أنه في مركز قوة، أنه استعاد نوع من الردع بعد الاغتيالين واستهداف العمق العاصمة اللبنانية وعقم العاصمة الإيرانية، والآن راه مدعم من قبل الولايات المتحدة والحشود العسكرية التي قلت منذ الحرب العالمية الثانية لم تكن. فلا أعتقد أنه إلا إذا كانت هناك تطورات أخرى. حتى الآن الملاحظات التي قدمها والتصريح الذي قدمه وزير الدفاع كيان الاحتلال عندما قال أن المفاوضات الذي سبب في عرقلتها هو نتنياهو، فهذه كان استبق المفاوضات تاع يوم الخميس أنه يخفض من هذه الضغوطات حتى لا يفشل المساعي الأمريكية في هذا السياق، ولكن لا أعتقد أنه سوف نكون أمام توافق إلا إذا كانت هناك ربما أشياء جديدة من الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن نتنياهو الآن يعتقد أن قوة الردع قد استردها، على الأقل هناك توازن في هذه المسألة، وأنه في مركز قوة، وبالتالي سيضيف. لماذا؟ لأنه عندما أول تصريح على المسودة التي أو البيانات الثلاثي التي صدر، ماذا قال؟ قال أنه سوف يبعث يوفد مبعوث، ولكن ليس للتنفيذ فقط، ولكن لمناقشة كل الإطار العام، يعني معناه أنه كل الاتفاق والبيان يتكلم على التنفيذ. ولهذا نجد أن بيان حركة حماس قال أن هناك اتفاقات تمت الموافقة عليها وقد وافقت عليها حركة حماس، قضية مشروع بايدن وقرار مجلس الأمن الصادر في المراحل السابقة، رقم 2735، والذي يدعو إلى حل المسألة الفلسطينية. لنستمع إلى رأي الأستاذ أحمد شديد. إذن أستاذ أحمد شديد، أعود إليك،
في نفس السياق أو نفس السؤال، بمعنى لا تزال ضبابية تخيم على مصير المفاوضات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي وسط حالة عدم يقين بشأن مشاركة حماس، وهنا لعب نتنياهو مجددا على ورقة المماطلة. أستاذ أحمد، إذن إلى أين يتجه هذا الملف، ملف بنظركم؟ يعني قطعت جهينة كل تقول. قبل قليل أعلن الرئيس بايدن أن المضي بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع الضربة الإيرانية وضربة حزب الله، ردا على اغتيال كل من الحاج محسن في الضاحية الجنوبية في بيروت والأستاذ إسماعيل هنية في طهران. إذن هذه المفاوضات تدخل في إطار التسويف والمماطلة وكسب الوقت من قبل الإدارة الأمريكية لصالح الجانب الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي. إذن عندما يتحدث رئيس الإدارة الأمريكية، رئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الطريقة وبهذا النفس، هو اعتراف صريح بأن المفاوضات تهدف إلى منع الضربة الإيرانية. لذلك إذا ما عدنا إلى الوراء مجموعة عدة أسابيع وشهدنا أن مجموعة المجازر التي ارتكبتها إسرائيل جاءت في خضم بل في أوج حالات تفاؤل سادة المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي حول التوصل لاتفاق، يعرف تماما بأن بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق. وعندما تحدث يوم أمس وزير الدفاع يوآف جالانت متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعطيل أي اتفاق، هذا وزير الدفاع ليس أحدا بالشارع. كذلك رئيس لجنة ذوي الأسرى الذين تحت نظام المقاومة عوائل الأسرى الإسرائيليين قال بأنه تلبية لرغبات سموتريتش وبن غفير نتنياهو يفشل كل عملية تفاوض. إذن المسألة كما تفضل ضيفك الكريم، أعلنت حركة حماس أن هناك اتفاقا، هناك ورقة مبادرة أمريكية تحولت إلى مجلس الأمن صدرت على شكل قرار مجلس الأمن والتزمت المقاومة الفلسطينية وشبه بقي فيها في العمليات التنفيذ إلى أن جاء الإسرائيلي وارتكب مجزرة المواطي التي ادعى في حينها أنه استعاد من خلالها 4 أسرى ولاحظ فيها شيء. إذن هناك عامل حظ المفاوضات اسمه بنيامين نتنياهو وحكومتها، الجانب الفلسطيني هو قدم ما يمكن أن يقدمه إلا مسألتين يريد الاحتلال أن يحصل عليهما بالمجان. أولا التسليم للاحتلال الإسرائيلي بوجود قواته في النقطة الفاصلة ما بين شمال قطاع غزة ووسطه محور نتسليم ومنطقة حدود الفلسطينية المصرية المشتركة، هذا يريد الاحتلال أن يبقي قواته بها ويريد شرعنتها فلسطينيا. والمسألة الثانية ويريد إعادة أسرى دون أي ثمن. لذلك الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن التصعيد الذين. نعم أستاذ أحمد، إذن أعود إليك أستاذ شريف. حماس أصدرت بيانا تقول فيه إن على الوسطاء تقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 جويلية الماضي استنادا لرؤية بايدن ووافقت أو وقرار مجلس الأمن، وهذا مع إلزام الاحتلال بذلك عوض الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات. أستاذ شريف، هل هذا يوضح أن حماس قد عبرت عن موقفها هنا؟ حماس تعطيك أرادت أن تعطي للطرف الآخر بكل أشكاله سواء كان إسرائيلي ومخلفه أمريكا وبعض الدول الغربية، أرادت أن تعطي على أنه أي مقترحات أخرى لن تصل إلى أي نتيجة باعتبار أنه دائما يتم تغييرها يعني المراوغة من خلالها لربحا للوقت. ولكن حتى أربط سؤالك الآن مع السؤال قبل قليل للأساتذة الكرام ونقول لك أنه المفاوضات في حد ذاتها الآن بعد اغتيال هنية أصبحت جد هامشية للطرف الآخر اللي هو الكيان الإسرائيلي وأمريكا، لأنه أولا ما سيهم فقط الكيان الإسرائيلي هو قضية الأسرى باعتبار أو بالعودة إلى الضغوطات التي ستمارس ولا زالت تمارس كضغط شعبي من شعب هذا الكيان. ما سيهم الآن أو الواقع الآن أردنا أن نفكر من خلال الموقع الذي هم موجودين فيه، سوف يتم خلق مساحات أوسع من الزمن من الوقت للعمل والذهاب بعيدا لتحقيق انتصارات أخرى سواء عسكرية أو استخباراتية بالدرجة الأولى، لأنه اغتيال هنية في حد ذاته يعتبر إنجاز استراتيجي أمني بالنسبة للمؤسسة العسكرية، لأنه العملية قبل أن تكون شكلها النهائي هو اغتيال الشهيد
هنية، هو عمل استخباراتي متكامل من دولة إلى دولة إلى كذا إلى كذا، فهذا النجاح هو قيمة مضافة حقيقية لهذا الكيان وكل من تعاون معه، سواء على الأرض أو دول أخرى أو استخبارات لدول أجنبية، مع عمليات أخرى الآن في ضر للمساس بإيران ولبنان وغيرها من الدول سوف الآن تكون مرحلة. ولهذا يرى بأن ملف المفاوضات بالنسبة له ليس ملفا هاما كما تفضلت قبل. بارك الله فيك. يصبح مع كل يوم يمر مع هذه الإنجازات حقيقة الذي يحققها الكيان، ولكنه يريد الإلقاء باللوم على حماس. نعم، سوف نصل إلى مرحلة التوازن. هو الآن يرتقي إلى مرحلة الاتزان بعد صدمات من 7 أكتوبر إلى حد الآن. نعم. لذلك المخيف جدا أنه يحقق انتصارات أخرى في جهات أخرى، مما سيكرس لفرضية التفكير في إعادة أسطورة الجيش الذي لا يهزم. طيب، بناء على عدوان شامل. طيب أستاذ الشريف، إذن أستاذ أبو بكر، الخارجية الأمريكية قالت اليوم إن الشركاء في قطر أكدوا عملهم على أن تكون حماس ممثلة في محادثات هذا الأسبوع، وتضيف الخارجية الأمريكية بأن مشاركة حماس في المفاوضات مهمة للغاية. كيف تقرؤون هذا الموقف أستاذ أبو بكر؟ مشاركة حماس هو ليس للموافقة على المسودة. لماذا؟ لأن المسودة تقريبا تتبنى، ما زال لم تطرح في وسائل الإعلام بالتفاصيل، ولكن تتبنى الرؤية الصهيونية، وبالتالي الثوابت والمبادئ التي أعلنتها حماس ما زالت متمسكة بها، وهي التي أعلنتها قبل يومين أو قبل أيام على أساس أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي جاء بناء على مبادرة بايدن، والتي تدعو إلى حل الدولتين وإلى وقف إطلاق النار والاستجابة لشروط المقاومة. وبالتالي مشاركة حماس في المفاوضات هذا لا يعني، ليس هو الحل. ولكن أريد أن أنبه إلى شيء مهم. الانتصار الذي يشعر به نتنياهو في من خلال الاغتيالين الذي القائدين الكبيرين الشهيد اسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر، لا يحقق الأهداف السياسية، لا يرجع مثلا سكان الشمال إلى مساكنهم وسكان الصهاينة إلى الجنوب، لا يرجع الأسرى، لا يقضي على حماس. البحر الأحمر لا يؤدي إلى فتح البحر الأحمر. نعم. يعني الأهداف بقيت كما هي، هو هدف مؤقت، ولكن هذه مع الأيام سوف يتضح كل شيء. لماذا؟ لأن هذه الأهداف صح استراتيجية كما قال الزميل وحققت، ولكن هي مؤقتة. لماذا مؤقتة؟ لأن الأهداف التي من أجلها خاض الاحتلال عملية المجازر والاغتيالات لن تحقق شيء، لأنه في الحروب وحسب خبراء العسكريين أن المجازر والاغتيالات لم تحقق، وهناك تجربة طويلة في هذا السياق. بالتالي الأهداف تبقى كما هي. طيب، الأهداف بالنسبة لغزة وبالنسبة لل... طيب أستاذ أبو بكر، إذن تفضل بالبقاء معنا أستاذ أبو بكر والأستاذ محمد شريف ضروي وأيضا الأستاذ أحمد شديد، لنمر إلى فاصل مشاهدينا ونواصل حديث الجزائر. أهلا بكم مشاهدي الأفاضل من جديد، وأجدد الترحاب بالأستاذ أبو بكر عبد القادر أستاذ القانون الدولي، والأستاذ محمد الشريف ضروي خبير في التخطيط الاستراتيجي، والأستاذ أحمد شديد المحلل السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني من الخليل. أعود إليك إذن أستاذ أحمد شديد، هناك اتهامات مختلفة لنتنياهو بعرقلة أي مسار حقيقي للمفاوضات من خلال إدراج بنود جديدة، وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية. ألا يفضح هذا إصرار رئيس وزراء الاحتلال على ربح مزيد من الوقت وعدم رغبته في التوصل إلى اتفاق، بل أكثر من ذلك يلقي بالملامة على حماس؟ يعني ليسمح لضيفك الكريم أنا أخذ بعض مما تفضل به، وحقيقة الاثنان تفضلا بكلام جد مهم. مسألة أن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والحاج محسن هو لم يوقف الصواريخ ولم ينهي الحرب ولم يعد المهجرين الإسرائيليين المستوطنات شمال وفلسطين وجنوبها، ولكنه رفع وتيرة التوتر في المنطقة، وهذا تماما ما يريده بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو ومن الضرورة بمكان أن نقرأ شخصية ونفسية هذا الشخص هذا الرجل كي نفهم إلى أين المنطقة ذاهبة. بنيامين نتنياهو الآن هو يرى نفسه أو يقدم نفسه على أنه
زعيم جابوتنسكي احد المفكرين الاوائل للحركه الصهيونيه والمشروع الصهيوني، والذي تلمذ بنت سيون نتنياهو والد بنيامين نتنياهو على يديه، ثم نقل هذه الافكار الى نتنياهو الذي بدوره عممها على اعضاء الحكومه التي هي الان تقود اسرائيل. المنطق السائد لدى بنيامين نتنياهو الذي ورثه يقول بانه او قائم على ان ما لا ياتي بالقوه ياتي بمزيد من القوه. بنيامين نتنياهو لا يعطل المفاوضات عبثا، لنكن يعني جيد القراءه لمنطق نتنياهو. نتنياهو لديه الان هدف استراتيجي يريد ان يحققها، المساله الاولى والمتصله بالمشروع النووي الايراني يريد القضاء عليه، ولدى بنيامين نتنياهو مضى على محاولاته اكثر من 14 عاما، بدأها في العام 2010 إبان حكومة أو إبان إدارة باراك أوباما، وقد فشل بإقلاع الولايات المتحدة بخوض حرب مع إيران. ثانيا، هو يريد إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله في لبنان. إزالة هذين التهديدين لا يتأتى لبنيامين نتنياهو بظل مفاوضات وبظل عمليات تبادل وبظل وقف إطلاق النار، إنما يريد مناخ متوتر، مناخ توتر، مناخ اشتباك، مناخ. نعم، واضح أستاذ أحمد. إذن الفكرة وصلت أستاذ أحمد، معذرة على المقاطعة، أعود إليك أستاذ شريف. إذن اعتراف ما يسمى وزير الحرب لدى الاحتلال بشأن مساعي نتنياهو لإفشال أي مسار للمفاوضات، ألا يمكن أن يكون ورقة ضغط في يد الولايات المتحدة وأيضا بالنسبة للوسطاء؟ أستاذ الكريم، كل من يظن على أن أمريكا بطريقة أو بأخرى يمكن أن تكون في صف السلم، في صف إيقاف هذا العدوان، فهو مخطئ بنسبة 100% وليس 99%. أمريكا لن تخضع لا للمنتظم الدولي ولا للشعب الأمريكي في حد ذاته. أمريكا دولة تقوم على المال والاقتصاد واللوبيات وشركات متعددة الجنسيات ودافع الضرائب وغير ذلك. لديها أهداف محددة في المنطقة وليس في فلسطين أو غزة بالتحديد، لديها أهداف في المنطقة ككل. الكيان الإسرائيلي نحن نقول من جهة على أنه هو الابن المدلل لأمريكا وهو في حماية أمريكا وغير ذلك، من جهة أخرى هو قائم بمهمة لفائدة أمريكا في حد ذاتها. أنت تتحدث عن، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط، الشرق الأوسط هو منطقة استراتيجية حيوية في العالم ككل بالنسبة لأمريكا وكل الدول التي تريد السيطرة على العالم. لذلك أمريكا لن تحيد قيد أنملة عن دعم الكيان، ولكن تبقى فقط مستويات الضغط تختلف من مرحلة إلى مرحلة، وإدارة الأزمة في حد ذاتها لديها العديد من المقومات التي تجعل أمريكا تتوقف، تتعطل، تتأخر خطوة إلى الخلف وغير ذلك من الأمور. والتفصيلات كثيرة على كل. نعم أستاذ شريف، إذن أعود إليك أستاذ أبو بكر. من جانب حماس، في اعتقادكم كيف ستتعامل بنظركم القيادة الجديدة برئاسة السنوار مع أساليب نتنياهو؟ ستتمسك بالمبادئ التي هي متمسكة بها والتي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، فك الحصار وإطلاق كل الأسرى الفلسطينيين وكل المبادئ التي قامت بها. ولكن هناك ملاحظة لاحظتها تتكرر في الإعلام كثيرا ويجب في الحقيقة التحفظ فيها، لا أقول مغالطة ولكن ليست مطلقة، عندما نقول كل شيء نلقيه على نتنياهو، لا، لو هو التصعيد متى بدأ؟ عندما عاد من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تبنت الرواية الرسمية الكاذبة الإسرائيلية في مسجد الشمس وفي استهداف الضاحية الجنوبية وفي إيران، حتى في مجلس الأمن كان ينتظر من الولايات المتحدة أن تقول هذا انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ومواد ميثاق، ولكن تبنت كل شيء وأرسلت له كل الجيوش، لم ترسلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كيف نرمي كل الثقل على نتنياهو؟ نتنياهو الآن بالعكس راه يشعر بأنه في مركز قوي من الدعم الغربي، وهناك البيان الخماسي الذي أصدر من الدول الأوروبية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يعطي الحق لكيان الاحتلال في الدفاع عن الشرعية، وأنهم في حالة إذا ما تم الاعتداء أو ما تم توجيه ضربة إليها سيقفون معها. وبالتالي من المغالطة أن نقول نتنياهو نتنياهو، لا، نتنياهو ليس وحده، الولايات المتحدة التصعيد بدأ منذ رجوع الولايات المتحدة، والذي تنبه أول رئيس تنبه إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في من خلال لقاء مع الرئيس السوري قام رسميا
قال أن المنطقة مقبلة على تصعيد قبل حادثة مجلس الأمس وقبل الاغتيالين. لماذا؟ لأن التعلق كذلك بالأمن الروسي، لأن الآن ما يحدث في الشرق الأوسط يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة. طيب، كما تعتقد. لنستمع إلى رأي أيضا الأستاذ أحمد شديد. إذن أستاذ أحمد، في نفس السياق، من جانب حماس كيف ستتعامل القيادة الجديدة برئاسة السنوار مع أساليب نتنياهو؟ يعني قبل الذهاب إلى السنوار، حقيقة ما تفضل به ضيفك الكريم هو أهم ما يطرح في على الفضائيات بالمحللين. نعم، المشكلة تبدأ وتنتهي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي تمارس دور الساتر لعيوب بنيامين نتنياهو. الولايات المتحدة تنشط بمسألة المفاوضات عندما تشعر أن إسرائيل بمأزق، أنها في معرض تعرض لشجب أو لاستنكار أو لمقاطعة أو لمقاطعة دولية أو لهجوم كما هي اليوم. لذلك منذ 4 و5 من حزيران الماضي لغاية اليوم تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية 6 مرات من أجل إحياء المفاوضات، وهي تعرف تماما أنها مجرد مفاوضات عبثية فقط من أجل أن توقف الهجمة الإسرائيلية، إن كانت الهجمة الدبلوماسية. تحدثت في بداية مداخلتي معكم عن مجلس الأمن. مجلس الأمن سيصطدم بفيتو أمريكي، وبالتالي الولايات المتحدة، نعم علينا أن نشخص الأمور بمسمياتها الحقيقية. بنيامين نتنياهو عاد من الكونغرس، من ما قدم من عرض بهلواني بالكونغرس الأمريكي المشرع الأمريكي، بباور، بطاقة، بنفوذ، بقوة غريبة جدا. لذلك راح يضرب بحارة حريق في بيروت، راح يضرب في قلب طهران. لذلك نعم، التشخيص الدقيق هو أن نقول أن الولايات المتحدة هي جزء من المشكلة، ولن تكون يوما في يوم في من الأيام جزء من الحل. فيما يتعلق بسؤالك الكريم الآن، مسألة الإطار الهيكلي لدى حركة حماس، حقيقة بأنه حركة حماس استطاعت أن تتجاوز كل العقبات التي تعرضت لها منذ العام 2003 22 مارس أذار 2003 عندما اغتيل المؤسس الشيخ أحمد ياسين، ثم تلا ذلك اغتيال عبد العزيز الرنتيسي، إسماعيل أبو شنب. إذن اليوم والمئات من كوادر الحركة وصفها الأول وقياداتها اليوم، واسمح لي بهذه الجزئية إذا تكرمت، اليوم يتربع على سدة الحكم في حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري يحيى السنوار. ما يميز يحيى السنوار عن الآخرين ليس اكتسابه لدورات عسكرية ولا أمنية، إذ أن يحيى السنوار لم يتلقى لدورات عسكرية هنا ولا هناك، وإنما فهمه. طيب أستاذ أحمد شديد، سأعود إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، نعم، سأعود إليك أستاذ أحمد. إذن أستاذ شريف، إلى أي مدى سينعكس مسار المفاوضات على التوتر في المنطقة؟ نتحدث هنا عن رد إيراني محتمل على اغتيال هنية في طهران. يا أستاذ، قضية المفاوضات الآن هي تهمش وفقا للنتائج التي ستحقق على الأرض، سواء نتائج ستجعل من المفاوضات رئيسية كما كانت في حالة خروج المقاومة باستراتيجية جديدة وعودة نجاحاتها وتحقيق يعني انتصاراتها على الكيان الإسرائيلي في كل المجالات التكتيكية العملياتية وغير ذلك. أما إن استمرت كما قلت لك، إن استمر الكيان الإسرائيلي في تحقيق نجاحات ولو نسبية ولو ظرفية، ولكن كلها سوف تصبح تراكمات سوف يجعل المفاوضات جانبية 100%. خليني باش ما نطولش عليك أستاذي الكريم، كما تفضلت أستاذي الفاضل الذي يقول على أنه هذا العدوان هو عدوان أو حرب، هو اختزال للمصطلح الحقيقي. ما يحدث بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة يجب أن نضيف إليه الطرف الثالث الرئيسي، هو أمريكا. في حالة انتهاء هذا العدوان أو إيقافه بهذا الشكل، هو نهاية لوجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة. في حالة تحقيقه واستمرار نجاحاته على هذا المنحى ولن تكون بإذن الله، هو نهاية للقضية الفلسطينية. طيب، أكثر من ذلك، عذرا، انتبه لهذه الكلمة أستاذي الكريم. لو أوقف هذا العدوان بهذا الشكل وكان انهزام يحسب بطريقة أو بأخرى على الكيان الإسرائيلي، أمريكا تدرك على أنه نهاية نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط، لذلك لن تتوقف بهذا الشكل حتى لو خرجت أمريكا عن العرف الذي تتبع وتدخلت عسكريا بكل الأشكال.
يجب أن ننتهي عند أمريكا، ننطلق من طيب الكيان وننتهي عند أمريكا. الفكرة وصلت أستاذ شريف. إذن ونحن نتحدث عن آخر تطورات في الشرق الأوسط، أكدت إيران أنها تعتبر الرد لما وصفته معاقبة المعتدي حقا شرعيا لكل الدول وحلا لوقف جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني، وشددت طهران على لسان رئيسها مسعود بزغشيان على أنها لا تطلب الإذن من أحد للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في إشارة منها إلى دعوات دول غربية طالبتها بالتراجع. لمناقشة هذا أو هذه الجزئية ينضم إلينا من بيروت المستشار في العلاقات الدولية الدكتور علي يحيى. مرحبا بكم دكتور. أهلا بكم، طبعا تحياتي لكم، تحياتي للضيوف وتحياتي للمشاهدين. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. إذن قرابة 15 يوما من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، وسط تزايد التساؤلات بشأن الرد الإيراني المحتمل، كيف تقرؤون هذا المشهد؟ يعني لا شك، يمكن خليني مهد بداية كيف تفكر إيران. منذ 79 جرت إيران إلى حرب تقليدية، إلى مواجهة تقليدية مع العراق، وقد أدت هذه المواجهة إلى مئات الآلاف من الضحايا، إلى استنزاف ثروات البلدين، وإلى تداعيات استمرت لأكثر من عقدين، وطبعا أدى هذا أيضا إلى خسارة إيران عشرات مليارات من الدولارات، طبعا إلى إضافة إلى تراجع النمو الإيراني بشكل كبير. من خلال مراجعة النتائج التي تمخرت عنها هذه الحرب، تيقنت إيران أن أي حرب تقليدية ومواجهة تقليدية حتى ولو خرجت منها رابحة بالنقاط ستكون تكلفتها أكبر وأعظم من كلفة الانتصار. بالتالي هي اليوم ابتكرت نوع ونمط جديد من القتال اللاتماثلي اللاتناظري بشكل لا يؤدي إلى استنزاف مواردها المالية المحدودة، ويؤدي أيضا إلى نفس النتائج ويحقق نفس الأهداف، طبعا بالتوازي مع ابتكار هذا النوع من القتال. أيضا دعمت شبكة من الحلفاء الذين يمتلكون هامش يتحركون فيه بشكل أكبر من الهامش الذي تمتلكه إيران كدولة، وهذا ما نجحت في أفغانستان، في العراق، في لبنان، في فلسطين، في اليمن وفي غيره. واليوم هي ما بين حدين. نعم أستاذ يحيى، إذن تأكيدات طهران المتعاقبة بأن ردها آت لا محالة، بما في ذلك تأكيد الرئيس بزغشيان اليوم على أو اليوم عن ماذا تنم هذه التأكيدات؟ هل هي رسائل تحذير ووعيد مماثلة لما كان عليها الحال في رد إيران السابقة بأنها تتجاوز ذلك نحو خطة استراتيجية منها؟ يعني بالمرة الأولى انتظرت 13 يوما قبل أن تذهب إلى تنفيذ ردها الذي اعتبر ردا هو الأول من نوعه في التاريخ الحديث، أي أن تنطلق صواريخ بهذه الكثافة من إيران إلى داخل أراضي فلسطين التاريخية. اليوم هي ومنذ الاغتيال الذي تعرض له الشهيد إسماعيل هنية في طهران، وإن كان هذا الاغتيال تحديدا يختلف عن الاغتيال الأول لكونه اغتيال ذات طابع أمني، بينما الاغتيال الأول كانت عملية عسكرية مباشرة ضد القنصلية الإيراني في دمشق. بالتالي هي اليوم بدأت تلجأ إلى محاولة تمهيد الداخل الإيراني، تهيئة البيئة السياسية الإيرانية والشروع إلى تهيئة البيئة الشعبية، الشروع إلى تشكيل الحكومة قبل الرد، حكومة وحدة وطنية أيضا، وأيضا في البيئة الإقليمية بدأت تعمل وتجهد عبر الاتصالات لمحاولة تحييد ما أمكنها من الدول، تفاديا لإمكانية تدحرج الأمور إلى مواجهة أو اشتباك لأيام أو إلى مواجهة شاملة قد تمتد إلى ما لا يحدث عقبها. وأيضا ذهبت إلى توضيح حقها القانوني في هذا الأمر، وكان القرار واضح بالرد من رأس الجمهورية الإسلامية في إيران، من المرشد الأعلى إلى مختلف قيادات الصف الأول والثاني، وأيضا كان هناك رمزيات عديدة منها
زيارة المرشد الأعلى إلى مسجد جمكران وهي رمزية لم تحدث إلا مرتين قبل اليوم، قبل بعيدة اغتيال قاسم سليماني وأيضا بعيدة تنفيذ العملية في دمشق. نعم واضح أستاذ يحيى. إذن أعوديك أستاذ عبد القادر، إذن أي أثر ممكن أن لرفض طهران الدعوات الغربية للتراجع، أي أثر لذلك على طريق الرد الإيراني المحتمل؟ له أثر كبير حتى بالنسبة لكل الدول العربية والإسلامية. لماذا؟ لأن عهدنا أن كيان الاحتلال كان يقوم يصول ويجول في الدول العربية ويدور في أي، حطم البرنامج النووي العراقي، حطم البرنامج النووي السوري، قام باعتداء على تونس، قام بتدمير مركز الشفاء في السودان في عدة، وكان هذا ديدانه. هو ما زال يعتبر أن الوضع السابق ما زال هو هو، أن يعتدي وأنه فوق القانون الدولي باعتبار أنه يحظى بحماية الولايات المتحدة، ولا يدري أن هناك المجتمع الدولي والتطورات أصبحت غير التي كانت في الماضي. الآن قوة كيان الاحتلال والجيش الذي لا يقهر خاصة بعد طوفان الأقصى تغيرت، موازين القوى أصبح لم تصبح لكيان الاحتلال هي اليد العليا، وبالتالي الضربة هذه تفيد كل الدول الإسلامية والعربية وهي متوافقة مع القانون الدولي، لأن نصوص ميثاق الأمم المتحدة صريحة، خاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة بتحريم استخدام القوة بين في العلاقات في حل المسائل واللجوء إلى الحلول السلمية واضحة. كذلك بالنسبة للطلبات الغربية لإيران بعدم الرد تتناقض مع القانون الدولي كما صرح الناطق باسم الشؤون الخارجية الإيرانية والرئيس الإيراني. بدل أن يطلبوا من المعتدي أن لا يرد، بالعكس يطالبون من المعتدى عليه أن لا يمارس حقه القانوني والشرعي في الرد، وهذا يتناقض مع القانون الدولي. ولهذا نقول أن الدول الغربية والولايات المتحدة شريكة في كل الخطوات، ولا يجب أن نحصر المسؤولية كلها بنتنياهو، هم شركاء في العدوان، وهذا يتعلق بالهيمنة الغربية على كل العالم العربي والإسلامي في هذه المرحلة التي تمر بها. طيب أستاذ المجتمع الدولي عبد القادر، أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لكم. الأستاذ محمد شريف ضروي، خبير في التخطيط الاستراتيجي، شكرا جزيلا لكم. وأيضا الأستاذ علي يحيى، مستشار في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. وأيضا الأستاذ أحمد شديد، محلل سياسي متخصص في الشأن الصهيوني، كنت معنا من الخليل، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة الليلة من حديث الجزائر، شكرا لتابع المتابعة وإلى اللقاء.